بيكم في عربود واهم الاخبار العربيه والعالميه. السفاح الامريكي يجمع ليوناردو دي كابريو وبراد بيت لاول مره. دينا مكروهه على السوشيال ميديا، كرهه جامد. احمد حاتم بن يسرى ومي عز الدين، وجود اسم زي مدام يسرى ده بالنسبه لي كافي جدا. ختام باريس فاشن ويك باقوى عروض خريف 2018-2019. عبد الله بالخير يجدد لقاءه بالفجيره. مساء النور عليكم وعلى الاسم هذا الغاوي عربوت. جبران خليل جبران رمز للحضاره اللبنانيه في باريس، وفخر للبنان. اهلا بكم مره تانية، ومن الامارات بنبتدي حلقتنا النهارده لان فعاليات الدوره الثانيه لمهرجان الفجيره للفنون مستمر، وعلى مدار ساعتين قدم عبد الله بالخير افضل اغانيه في حفله بالفجيره بمشاركه فنان الخدعه البصريه احمد البايض. أول شيء أهلا وسهلا بيتش، ومساء النور عليكم وعلى الاسم هذا الغاوي عرب ووت. أحيا الفنان عبد الله بالخير السهرة غنائية واللي غنى فيها مجموعة من أحلى أغاني. اليوم أنا مجهز لأن مهرجان يتعلق بالتراث وبالأشياء الشعبية ويتعلق بشيء، فبغني مجموعة كبيرة أبدأ بها بتشكيلات معينة من الأغاني وبعدين أبتدي في الاختيارات، لكن من ضمن الأغاني اللي بغنيهن أساسيات أنا أعتبرهن سيمفونيات من كثر ما يطلبونهن، واحدة اسمها زنجبار، واحدة اسمها علاية، واحدة اسمها روح غناتي شان بتروح، وش حالكم يا عرب، هاي لأساسيات في كل حفل. كمان صرح بأنه سعيد بتحول المهرجان من مونودراما لمهرجان شامل. أنا سعيد وفخور بأن الفجيرة تنظم مهرجان بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة ويكون يعني فني في كل المجالات، وتلاحظين أسبوع كامل الفجيرة تحتفل بضيوفها وتحتفل بفنونها وتحتفل بناسها، فأنا فخور وسعيد. ورغم اختلاف الأقاويل على تصنيفه كفنان شعبي أو مخضرم، فقرر أنه يحكي لنا عن بداياته مع الفن. أنا شوفي من بعد ما خلصت الثانوية على طول رحت القاهرة من حسن حظي ودرست الموسيقى هناك وخدت النظام الأكاديمي بموسيقاها الغربي والشرقي. عندي عشق للفن المصري الجميل، عبد الوهاب وعبد الحليم وفايز وورد وعشرات من هالمثلين. عندي مثلا من لبنان فيروز وصباح منهم، على الخليج عندي بعد كذلك عشرات، من الكويت مجموعة، من السعودية مجموعة، محمد عبدو وعطال مداح وعشرات منهم. أصبح عندي خليط، أسمي نفسي شعبي لأني أغني من الشعوب. ومع اتجاه اغلب الفنانين للاغاني سينجلز بدل من الالبومز، ابدع عبد الله بالخير تحمسه ليها. انا قررت عمرش ان كل 3 شهور اطرح اغنيه، عندي حاليا مجموعه من الاغنيات جاهزيتهم جاهزات، وان شاء الله خلال 2 أو 3 أسابيع بتطرح اغنيه للشيخ حمدان بن محمد شيخ فزاع اسمها حمام الاحباب، جاهز الشريط وجاهز الفيديو وان شاء الله بتطرح قريبا. وعن نيته لتصوير فيديو كليب جديد قريبا. احنا عندنا اذا تلاحظين هذا جاسم من المخرجين المميزين هنا عندنا، عملت ويا اخر اغنيه كانت للدكتور مانع سعيد العتيبه، اغنيه ناجحه اسمها جونا مغري، تشوفين طبيعه الامارات يعني او البلاد ببحرها بجوها ببرها بالناسها كذي، فيعني عندي نيه لتصوير الاغاني. نعم. أما خفة اليد والعروض المسرحية جت بتوقيع أحمد البايض واللي بيشارك في المهرجان لأول مرة. هي المشاركة الأولى لي هنا، وأنا صراحة اللي شايفه إنه في اهتمام كثير كبير بالفن وبالرسمة البسمة، كثير مبسوط إني أنا أكون مشارك وجزء من هذا الفرحة اللي موجودة.
اسكندرية بنروح معاكم لباريس لأن تغطيتنا مستمرة لأهم عروض الموضة في كل عواصم العالم. ومعانا النهاردة مجموعة من باريس فاشن ويك لخريف 2018 و2019 واللي تميزت بكتير من التقاليع الغريبة. بدأت جيفانشي بعرض أحدى الساحات معاطف الفرو لمودة خريف 2018-2019 بأسبوع الموضة البريزي، واستعانت بالألوان الداكنة الهادية مثل البني والرمادي. وعرضت الماركة الفرنسية الفساتين اللي غلب عليها الطابع كلاسيك النمطي، منها فساتين سودا مكشكشة مع عودة لأقمشة الدانتيل للفساتين المكشوفة من الأسفل. وكانت ديكورات قاعة بالي دو جوستيس يلي يقيم فيها العرض قريبة إلى حد كبير من ستايل الأزياء، حيث كانت مليئة بالستائر ذات الألوان الداكنة. حضر الدفيلي من نجوم هوليوود إدريس ألبا برفقة خطيبته سابرينا داو يلي ظهر مرتدي آيس كاب حمراء بالوقت يلي تغيب فيه عن حفل الأوسكار التسعين، وأيضا كارين ألسن، تشوي مينهو ويونا. أما مصمم الأزياء ديمنا فاساليا فقد سار على نهج مختلف بتصميمات خريف 2018 لماركتو بالانسياغا بتقديم ملابس بتحمل شعار يونيسكس، فقدم بعض المعاطف والبلوفرز الرجالي. وعرضت بالانسياغا فساتين دمي سيزون قصيرة، بينما كان التميز للبلاك اند وايت يلي اتسمت بقصات مختلفة من خلال معاطف طويلة وجاكيتات قصيرة مع سكيرتس مليئة بالألوان اللامعة. ومن بالانسياغا لعرض ستيلا ماكارتني يلي أقيم بأحد قاعات بالي غارنييه بباريس، ويلي شهد حضور فني وجماهير كبير ضمن فعاليات أسبوع الموضة الفرنسي بتوقيع كريستين سكوت، إيزابيل هوبير، ستيفي سلمى. واعتمدت أزياء ستيلا ماكارتني على الملابس الطويلة واللون الموحد إن كان بالمعاطف، جاكيتات أو جامب سوت يلي كان أغلبها من اللون الرمادي، اللون الأكثر قوة وحضور بموسم خريف شتاء 2018-2019. بعد الفاصل دينا ومحمد رمضان كلاكيت رابع مرة. محمد رمضان شخصية عادية جداً. احمد حاتم يواجه يسرى للمره الثالثه. احنا يعني اصدقاء جدا، يعني انا بحبها جدا. الصوت السعودي محمد طاهر يصور اغنيته الجديده حبيبي وينك. انا مصور في مطعم يعني شبه شعبي معروف هنا في مصر. كوينتن تارانتينو يتراجع عن قرار الابتعاد عن السينما. فايز السعيدي يكشف عن جديده. نحضر اعمال خاصه بعام زايد راح تشوفونها خلال الايام القادمه ان شاء الله. باللهجة العراقية قدم أغنيته الجديدة حبيبي وينك، واللي فضل المطرب السعودي محمد طاهر إنه يصورها في مصر. عراقي سعودي مصري، إيه حكاية الكليب ده؟ أكيد هنعرف كل حاجة من محمد في لقائنا معاه. قل واستضاف الكب يا حلو خلو، ارفق علينا يا عسى الله يخلي. بعد نجاح أول أغنياته السينجل حبيبي وينك، بيواصل الفنان السعودي محمد طاهر مشواره الغنائي بإطلاق ألبوم جديد. الألبوم تقريبا عندي 10 أغاني قابلة للزيادة وممكن قابلة للنقصان إلى 8 أغاني، تقريبا كلها خليجي وإذا تحويل فعراقي. عندي 3 أغاني شعبية في الألبوم وواحدة منهم في الكلور، يعني إنتاج إحنا والتوزيع روتان. ومن بين كل الدول اختار مصر للتصوير أو الكليب غنائي. مصر جميلة جدا جدا، ووجودي هنا صادف وجود المخرج محمد جمال وهذا من أعز الأصدقاء يعني، وما قصر معي. بيبي وينك مضلت راجع وعاد. وبيقدم في الكليب أغنية جديدة باللهجة العراقية. الأغنية هذه اسمها حبيبي وينك باللهجة العراقية، هي من ضمن الأغاني اللي في ألبومي، دمجت بين جو البساطة والجو المتوسط. وكمان عرفنا ان قصة الكليب اتغيرت وقرر يعمل حاجة مختلفة. كانت الخطة ريس وطلعة كذا ونمشي، غيرنا الخطة خليناها يعني مثلا انا مصور في مطعم يعني شبه شعبي معروف هنا في مصر ما شاء الله، ملوخية والأجواء هذه غير عن أجواء مثلا احنا حين في الفيلا، غير عن أجواء مثلا قبل شوي ركبنا خيل. أما مخرج الكليب محمد جمال فكشف لنا إزاي اتفقوا على الستوري بورد. مهم جدا المطرب نفسه يبقى مقتنع بالستوري بورد، يعني هو بني آدم طبعا وعنده مود وده راجل فنان،
فبنقعد نتناقش مع بعض كتير، وبقول له انا الستوري بورد رايحه فين، هو بيقول لي مثلا في حاجات ما لا انا مش حابب مثلا اطلع بالطريقه دي، انا حابب يبقى شكلي كذا. احنا بنصور بروفيشنال بس قاصدين ان هو يبان معانا التصوير شكله ريل قوي، ان هو بيصور نفسه بالموبايل بتاعه على سناب شات، بيبعت لها مسجز، هي بتبعت له مسجز، فده لازم يبان في المود بتاعنا. مخرج هوليوود كوينتين تارانتينو ان يجمع لاول مره نجمين ليوناردو دي كابري وبراد بيت في فيلم واحد، لكن مش دي بس كانت مفاجاه تارانتينو خلال الفيلم، لان في مفاجاه تانية بيسعى لتحقيقها خلال الفتره اللي جايه، هنعرفها من التقرير اللي جاي. تراجع كوينتين تارانتينو بقراره الصادم بشان تراجع عن صناعه الافلام يلي اتخذوا العام الماضي لختام مسيرته الفنية بفيلمه العاشر The Hateful Eight يلي عرض عام 2015، وذلك باتفاقه المفاجئ على إخراج فيلم جديد بطولة النجمين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت بعنوان Once Upon a Time in Hollywood، ومن المقرر عرضه بدور السينما يوم 9 أغسطس 2019 تزامنا مع ذكرى 50 لمذبحة ليبيانكا يلي ارتكبتها عائلة مانسون وقتلت فيها الممثلة شارون تيت أثناء حملها. We have a weird homicide. In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, five persons, including actress Sharon Tate, were found dead. كما فازت شركة سوني بيكتشرز بتمويل الفيلم وتوزيعه من بعد إفلاس شركة The Weinstein يلي تعاون مع تارنتينو بأعماله الفنية السابقة، ووضعت الشركة ميزانية إنتاج ضخمة للفيلم وصلت إلى 100 مليون دولار، ويعتبر أن تاني أكبر ميزانية بتاريخ أفلامه. تارنتينو and Rodriguez. وكعادة تارنتينو رح يجمع العمل بين عناصر الواقع والخيال من خلال أحداثه يلي بتدور بعام 1969 حول نجم تلفزيوني وصديقه يلي بيقوم بالمهام الخطرة بدلاً عنه، وبيكافحوا لتحقيق النجاح بهوليوود خلال فترة جرائم السفاح تشارلز مانسون بلوس أنجلوس. وتردد أنه تارنتينو بيتفاوض حالياً مع توم كروز للانضمام لبطولة الفيلم، وأيضاً مارجو روبي للعب دور شارون تيت. Members of the National Socialist Party conquered Europe through murder, torture, intimidation, and terror. And that's exactly what we're going to do to them. We will be cruel to the Germans. وسبق لتارنتينو التعاون مع براد بيت سابقاً بفيلم Inglourious Basterds يلي حقق أكثر من 321 مليون دولار بجميع أنحاء العالم ورشح لثمان جوائز أوسكار. أما ديكابريو فقد تألق معه بفيلم جانجو أنشيند وحقق أكثر من 425 مليون دولار بجميع أنحاء العالم وترشح لخمس جوائز أوسكار. بينما تعاون برات وديكابريو ببطولة الفيلم القصير The Audition ولكنهم ما اجتمعوا بأي مشهد من خلاله. I invented that game. I did. I built those casinos from the ground up. You think some corporate air boy is going to tell me how to run? Hey, Leo, Bob. بعد الفاصل. دينا مفاجأة رمضان القادم. أنا بحب الناس تشوف. أحمد حاتم يكشف التاريخ السري لكوثر. فيلم سياسي نوعا ما. سعد الصغير يتألق في الدورة الثانية للفجيرة الدولي للفنون. شرف كبير أو إن أنا أبقى في مهرجان الفجيرة. بنرجع تاني للقاهرة مع الفنان أحمد حاتم اللي مشغول دلوقت بتصوير أكتر من عمل، كان ضمنهم لقاءه بالنجمة يسرى في مسلسل بني يوسف بتالت تعاون بيجمع ما بينهم. مش بس كده، تفاصيل أعمال تانية هنعرفها من لقائنا معاه. بعد نجاح مسلسله الأخير مع يسرى بيقرر الفنان أحمد حاتم التجربة في مسلسل بني يوسف. وجود اسم زي مدام يسرى بقولك ده بالنسبة لي كافي جدا، مع وجود شركة زي العدل جروب أنا بحب أشتغل معاها لو في عمل يعني هم عايزيني فيه. خدت منها ازاي؟ مش مهم بقى ازاي، مش ده كان طلبك؟
وكشف لينا عن الخطوط العريضة لشخصية علي في المسلسل. بعمل دور علي، هو ابن مستشارة أميرة اللي هي مدام يسرى. هو مسلسل اجتماعي سسبنس، بيتكلم في قضايا، وبيتكلم في قضايا كده بنتسحل فيها طول المسلسل. احنا لازم نبعد عن بعض شوية، في الآخر أم وزوجة يعني، ما ينفعش اللي بيحصل ده. وكلمنا أكتر عن علاقته بيسرى ومدى حبه ليها. الحاجات اللي كنت بتمناها إن أنا أكون بشتغل مع الست دي، ده بجد يعني ده كان حلم عندي كواحد نفسه يمثل يعني. المستوى الكواليس والمستوى الشخصي إحنا يعني أصدقاء جدا يعني، أنا بحبها جدا، باخد رأيها في حاجات كتير في حياتي. زيارتك يا عز، كل ما تبص لها افتكر حبيبتك رحمة. ومسلسله الثاني في رمضان هو رسائل مع مي عز الدين. الدورين بعيد عن بعض خالص، يمكن الشكل بس قريب من بعضه بعض الشيء، ولكن الشخصيات بعيدة خالص. مسلسل رسائل نفسه بعيد عن معظم المسلسلات الموجودة. وبدون تفاصيل كشف لينا عن فكرة المسلسل ودوره. مسلسل رسائل، مسلسل انا بستمتع بيه برضو، لان هو مش عامل زي كتير زي ما قلت. مش عارف اكلمك الدور عباره عن ايه، بس هو المسلسل شويه فيه تاتش او الدور بتاعي فيه بعد روحاني. الموضوع ابتدى من فتره لما قدرت اقرا افكار الناس. اما تجربته السينمائيه مع محمد امين راضي فاعتبرها الاهم في مشواره. دي من التجارب اللي انا ببقى مستنيها. تاريخ السر الكوثر هو فيلم سياسي نوعا ما، بتناول أحداث مصر من ثورة 25 يناير لثورة 30/6 من وجهة نظر بعيدة تماماً ومختلفة تماماً وخاصة جداً بأستاذ محمد أمين. القاهرة بقت رقم واحد في البحث عن كلمة جنس على موقع جوجل بفضلك. حاتم كشف لينا كمان عن سبب اعتذاره عن فيلم الثعلب. فيلم حلو جداً، ربنا يوفقهم يا رب فيه إن شاء الله ويعملوه زي ما هو مكتوب كمان، بس وقتا وشغلا انا اعتذرت. أيقونة الشعر والرسم جبران خليل جبران اللي لازالت أشعاره محفورة في وجدان عشاقه في كل أنحاء العالم، واللي تم تكريم اسمه مؤخرا في باريس، وإحنا كان لينا تغطية خاصة من هناك. لطالما حلمت بالآتي، يوما ما ستنقل لوحاتي إلى مدينة كبيرة حيث ستتأملها الشعوب وقد تحبها. بهذه الكلمات عبر جبران عن أمنيته التي حققتها سينتيا ساركيس بنقل لوحاته من متحفه بلبنان إلى بوتي بالي بفرنسا. جمعت سانتيا خلال الجالا دينر الأشخاص الأكثر تأثيراً بالمجتمع لتكريم جبران كرسام وليس كشاعر وكاتب فقط. المخرج كاميل طانيوس عبر عن سعادته بالتكريم والذي اعتبره فخر لكل اللبنانيين. جبران خليل جبران هو فخر للبنان، وهو يعني رمز كتير كبير، ونحن كتير مبسوطين أنه عم يتكرم بباريس. ومن أبرز الحاضرين المصمم العالمي إلي صعب والممثلة الفرنسية إيمانويل بيير والمغني الفرنسي باتريك فيوري. أما الفنانة ميرفال قاضي فكانت متحمسة للاحتفاء بجبران والذي دعا للحب والخير والسلام من حوالي 100 عام. هذا فخر لنا نحن كلبنانية أنه نقدر
نجي على لو بوتي بالي وينعرضوا لوحات هذا الفنان العظيم اللي كلنا بنحبه جبران خليل الجبران يقدر ينعرضوا ببوتي بالي، وهذا كان حلم له، كان كل حياته بيحلم انه يقدر يعرضهم بباريس. الرسام والنحات رودي رحمة كان يرى أن فن جبران باقي حتى الآن لهذه الأسباب. كل فنان عظيم بيشتغل على تاريخ اللي سبقوه وعلى كلمة الحاضر وعلى كلمة المستقبل، هيدا فنان ما بيموت. يعني الفكر اللي بيشتغل على هالثلاثة ما بيموت. جبران اشتغل على هول الثلاثة، على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل. واختتم العشاء بعزف على البيانو بتوقيع جورج تومب، والذي قدم عرضا مميز خلال الاحتفالية. بعد الفاصل. دينا مكروهة على السوشيال ميديا. فعلا في شخصيات كده موجودة في الحياة. فايز السعيد وسعد الصغير يشعلان مسرح الفجيرة. كل التوفيق وكل الشكر للقائمين على هذا المهرجان. الجدعنة وخفة الدم ده اللي اتعرفت بيه الفنانة الاستعراضية دينا، ومن الصعب ان اي فنان يقدر يتحول لتجسيد ادوار الشر من خلال اعماله، لكن دينا قدرت انها تعمل ده بجدارة. ازاي ده حصل هنعرف من لقائنا معاها. انت هتعملي ايه يا وفاء؟ وفاء ده اسم الشخصية اللي قدمتها دينا في مسلسل الطوفان وحققت نجاح كبير. هاخد منك كل اللي انا عايزه وهتديهوني برضاك، مش عشان، عشان خاطر البنات. ورغم طبيعة الشر اللي في الدور ما خافتش دينا ان الجمهور يكرهها. والله هما كرهوا وفاء، انا ماليش علاقة، هما لا كرهوا جامد. لكن واضح ان الموضوع تطور مع الجمهور. كان بيجيلي على صفحاتي ليه بتعملي فينا كده، احنا بنحبك. يعني هما بيتعاطفوا مع الشخصية، يحسوا ان هي موجودة بجد في الحياة، بس فعلا في شخصيات كده موجودة في الحياة. مسلسل الطوفان بطولة جماعية لأكتر من فنان، كانت دينا سعيدة بتعاملها معهم. كل النجوم اللي كانوا معانا كانوا يجننوا، وكانت علاقتنا حلوة جدا ببعض، واعتقد ده ظاهر على الشاشة ان احنا كواليسنا كانت من احلى الكواليس. وفي رمضان اللي جاي هنشوف دينا في مسلسل رحيم مع ياسر جلال ونسر الصعيد محمد رمضان. انا ما بحبش اتكلم عن عمل بشتغله ولا بعرف احكي روايات، انا بحب الناس تشوف فهم يتفرجوا، ولو كانت بالنسبه لهم مفاجاه تبقى احسن يعني. وبيشهد مسلسل نسر الصعيد التعاون الرابع لدينا مع محمد رمضان. انا صورت معاه رومانت الميزان وهو بيبتدي قبل خالص عبده موت. على كده انك هتقعدي في البيت مش هتتنقلي؟ لا انا من بكره هنزل ادور على شغل. لا محمد رمضان شخصيه عاديه جدا، زي اول يوم زي اخر يوم، هو ما اتغيرش. بس هو طبعا ان الجمهور شايف ركن لاكشي شوية لأنه بننزل بعربيات وكده، إنما محمد شخصية شاب عادية خالص، ما فيهاش أي حاجة اتغيرت يعني. كل التوفيق لدينا مع محمد رمضان وياسر جلال في رمضان 2018. وبنرجع تاني للفجيرة، لكن مع حفل فايز السعيد اللي متع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه بمشاركة حضور اللون الشعبي لسعد الصغير اللي رقص جمهوره على أغانيه. وكذا يا أخوي ما لعبت عن البال حي مراكش واللي فيها يتسوى نفسي أتجوز أربعة أصل دماغي مطرعة. أحلى أرابوط منورينا ومنورين كل المهرجانات وكل المناسبات بصراحة. أشعل سعد الصغير حماس جمهوره واندمج معاهم بسرعة. أول
اول حاجه انا بشكر كل طفل وكل راجل كبير، بشكر دبي كلها، بشكرهم جدا انهم عملوا مهرجان عشان سعد الصغير يجي مهرجان في كل الفئات الجميله ديت، مهرجان بالنظام دوت وبالجمال ده وفي النجوم دي كلها. ده شرف ليا طبعا، شرف كبير او ان انا في مهرجان الفجيره بجد. واحده بيضه وواحده تخينه وواحده وبجانب الحفلات هيشارك سعد في اكتر من عمل الفتره اللي جايه. بفضل ربنا انا بعمل شريط كل سنه ان شاء الله بفضل ربنا، وعملت شريط بفضل ربنا من سنتين، وده الشريط اللي هينزل ان شاء الله هيبقى عيد صغير، وان شاء الله الفيلم اللي جاي ان شاء الله اسمه ولاده واسماعيل، معانا ايتن عامر ومنى فضالي، معانا مجموعه كبيره قوي قوي، ومعانا المخرج طبعا تامر بسيوني، وانتاج عم احمد الصبت ان شاء الله عيد صغير. ارحمني فقرته الغنائية تألق فايز السعيد بأشهر أغاني. سعيد بهذه المشاركة وخصوصا من مدينة الفجيرة الغالية اللي أنا أنتمي لهذه المنطقة، من أهم المهرجانات في على مستوى الوطن العربي. كل التوفيق وكل الشكر للقائمين على هذا المهرجان. فايز السعيد كمان فاجئ جمهوره بنجم شاركه الغناء على المسرح. أغنية خاصة لمدينة الفجيرة، يمكن ما حد قدم أغنية خاصة بمدينة الفجيرة. اليوم راح نقدمها أنا وأخوي الفنان فيصل جاسم، أغنية اسمها نحبك يا الفجيرة، كلمات الشاعر علي الخوار وألحاني وغنائي أنا وفيصل. وبيحضر فايز لعمل جديد هينزل قريب. قاعدين نحضر أعمال خاصة بعام زايد راح تشوفونها خلال الأيام القادمة إن شاء الله. شارلي شابلن، صوفيا لورين، وبيت ديفيس نجوم عالميين كان الاختيار الأول ليهم خلال زيارتهم لباريس هو فندق دوكيريون، الفندق الأثري اللي تم افتتاحه من جديد في 2017 وليه حكايات كتير هنتعرف عليها أكتر من خلال زيارة بلال العربي. في 1758 قرر الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا إعطاء أمراً ملكياً لأفضل مهندس معماري حينها وهو جاك أنج جابرييل ليبني توين ستراكتشر تطل على ساحة لا كونكورد وكانت تحمل اسمه في ذلك الوقت. وكانت النتيجة هذا المكان الرائع واللي كان في البداية منزلاً للأرستقراطيين والملوك والشخصيات البارزة من المشاهير والنجوم، ومسرحاً لفعاليات بالغة الأهمية حيث كانت واجهته مسرحاً لزفاف ماري أنتوانيت مع الملك المستقبلي وقتها لفرنسا، والتقت أراضي القصر الملكي مع الشانزليزي، فقد أصبح موقع الفندق مركز جذب فوري لشريحة المجتمع الراقي. انتقلت ملكية المبنى في العام 1788 إلى الكونت دو كريون، ثم صدر لمدة في أثناء الثورة الفرنسية ليتحول في العام 1909 إلى اللاكشوري هوتيل. صورت أفلام كثيرة في القصر الذي استضاف المخرج أورسون ويلز والإمبراطور الياباني هيروهيتو والرئيس الأمريكي تيودور روزفلت. وفي العام 1919 وقعت في صالونات الفخمة الكثير من الأحداث السياسية، منها توقيع اتفاقية إنشاء عصبة الأمم. وأصبح أوتيل دو كريون منذ ذلك الوقت وجهة لأكبر الشخصيات العالمية على مر العصور، من بينهم تشارلي تشابلن، شاه محمد ريدا بهلافي أوف إيران، كوين صوفيا أوف سبين، بيتي ديفيس، صوفيا لورين، أندي كومبوزر ليونارد بنشتاين اللي كان من النزلاء الدائمين في الفندق. وفي 2010 أصبح ملكاً لمجموعة روزوود،
وكان الفندق حينها يشبه المتاحف أكثر من كونه فندق فاخر، وتمت التجديدات التي أضافت ليه الكثير من عناصر الرفاهية والتجديدات دون أن تلغي روحه الأثرية، ليولد مرة أخرى في 2017 في زي أنيق واللاكجري ويصبح في مقدمة الفنادق الفرنسية والعالمية. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش تتواصلوا معنا على حساباتنا على السوشيال ميديا او روتانا.net. شكرا للمتابعة، استنونا بكرة.